وفي هذه المناسبة العظيمة ينضم لنا في الاستوديو محمود الطاهر، كاتب ومحلل سياسي. أستاذ محمود، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. نعم، قبل قيام ثورة 2 ديسمبر الزعيم صالح دعا إلى السلام والتحالف لإخراج اليمن إلى البر الأمان ودعا إلى السلام. لماذا لم تلقى هذه الدعوة استجابة من دول الجوار وكذلك من الحوثيين؟ كانت الدعوة في البداية دعوة علي عبد الله صالح الشهيد علي عبد الله صالح للسلام هي من باب حرصه على ألا تدمر اليمن بشكل كامل، لأنه حكم في اليمن دهور من الزمن وعقودا من الزمن، تعمق وتشرب في السياسة وفي الحرب وفي السلم، يدرك معنى أن تكون هناك حربا، ولذلك تنبه لذلك مبكرا. كان الهدف من ذلك هو هدفين: الهدف الأول هو إيقاف تدمير اليمن، الهدف الثاني هو عدم تمدد الحوثي إلى ما وصل إليه الآن. كان حينها البعض أو كل طرف يدرك بأنه يريد أن يحقق أهدافه. كانت الحكومة الشرعية التي حشرت المؤتمر الشعبي العام، حينها الحكومة حشرت المؤتمر الشعبي العام، كانت تظن أنها بمقدورها الانتصار على المشروع الإيراني في اليمن بدون الشعب وبدون المؤتمر الشعبي العام، لذلك كابرت ووصل الأمر إلى أنها فشلت في تحقيق أهدافها. بينما كان الحوثي يراهن على إطالة أمد الحرب، كان يراهن من أجل التغلغل في الوسط الشعبي لتغيير الهوية الديمغرافية للشعب اليمني والهوية الدينية. لكن هذه مع الأحداث يعني كان هناك يعني تصادمين من طرف الحكومة الشرعية وكذلك من الحوثيين، بينما كان هناك في الوسط من يحاول إيقاف كل هذا. حاول الزعيم علي عبد الله صالح بكل ما أوتي من قوة، لكنه وجد في الأخير أن هناك أخطر مما يراد لليمن من الخارج، هناك أخطر في الداخل. بدأ هناك حوارات داخلية قبل أن يعلن، يعني قبل أن يخرج للعلن. ما تقوم به خطير، أنتم تأتون بدين جديد، أنتم تحاولون طمس الهوية اليمنية، أنتم تحوثون اليمن أو تأيرنوا اليمن. لذلك حاول أن يجاريهم، أن يحاول أن يعلمهم كيف يمكن السياسة، لكنهم للأسف الشديد هدفهم أكبر من ذلك، وهو أن تسليم اليمن لطهران. بعد ذلك نعم دكتور، دكتور محمود، دكتور أستاذ محمود، لا بد أن هناك كانت دلالات سياسية حملت الزعيم صالح على القيام بهذه الدعوة أو بالانتفاضة، الانتفاضة 2 ديسمبر. ما هي هذه الدلالات؟ هي كانت دلالات وليس دلالة سياسية واحدة. كانت الدلالة السياسية هي بأنه وصل إلى مرحلة صعب التفاهم مع هذه الجماعة. الثورة ضد الميليشيات الحوثية من الداخل كانت أقوى، لذلك وجدنا خلال اليومين الماضيين كيف كانت النتيجة. تم السيطرة على معظم المناطق في صنعاء لولا الوساطة التي حددت مكان الرئيس، وتوجه شراذمة الميليشيات الحوثية إلى منطقته وتم اغتياله وهو أمام منزله، وهو داخل منزله يقاتل ويدافع عن أرضه وعرضه وشرفه. لما كانت انتهت هذه يعني تلك المقاومة أو انتهت بهذه الشكل بتلك الشكلية، كنا نرى يعني لعلي كي كنت تتابع الناس في الشارع في وسائل التواصل الاجتماعي القنوات الفضائية العالمية كيف كانت يعني تعيش نوع من الأفراح في تلك اللحظة. علي عبد الله صالح سيعملها ما لم يستطع، سيفعلها، سيقضي على الميليشيات الحوثية. كان هناك فرح كبير داخل الشعب. كانت هناك مظاهرات في صنعاء، مظاهرات في تعز، مظاهرات في العدين، مظاهرات في المناطق حتى التي كانت تسيطر حينها وقتها الشرعية، كيف كانوا يهتفوا لا حوثي بعد اليوم. نعم. تلك كانت دلالة سياسية. نعم. ما الذي تحقق من وصايا الشهيد الزعيم صالح من هذه الانتفاضة؟ يعني
إن الأنين الذي كنا نردده سرا بات صيحة تصغي لها الأمم. كانت في السنة الثانية الأولى والثانية، في الذكرى الأولى والثانية والثالثة والرابعة لهذه الانتفاضة، كان لا يستطيع أحد أن يحتفي بها بهذه الذكرى سوى في مناطق معينة. اليوم تريني في مأرب، في القاهرة، في الساحل، في تعز، في كل محافظات الجمهورية هناك احتفال، وهذا يدل على، وهذا أهم ما يمكن أن يتم تحقيقه، وهو أن تكون هناك انتفاضة شعبية عارمة استجابة لمطالب علي عبد الله صالح لهذه، للحفاظ على مقومات الوحدة والجمهورية. صحيح أنه دعا للقضاء على هذه البرثومة، لكن هناك تباطؤ شديد، وهذا بفعل خارجي وليس بفعل داخلي، لأن الشعب اليمني في الوقت الحالي يرى يعني أو يتمنى بأنه يخرج عن بكرة أبيه للقضاء على هذه الجرثومة الخطيرة في التي نبتت في اليمن. يعني لماذا لم نشهد إلى الآن ثورة شعبية على إثر مثلا ثورة الثاني من ديسمبر؟ هل يمكن لهذه الثورة أن تستمر ويكون نشهد مثلا ثورة شعبية عارمة لتدافع عن حقوقها لنخرج اليمن إلى بر الأمان؟ ستأتي ذلك، لكن تحتاج إلى قيادة وتخطيط سليم، لأنه أمام، نحن أمام جماعة لا تعرف حقوق الإنسان، لا تعرف حقوق الحقوق والحريات، لا تعرف قيمة الإنسان. جماعة ستقتل، ستعدم من أجل أن تعيشي، ستبيد الشعب من أجل أن تعيشي. كما ترين هي نفس الأفكار استنسخة من النظام الإيراني. أنت ترين الآن كيف يتم العبث بالشعب الإيراني من قبل الحرس الثوري الإيراني ومن قبل النظام الإيراني، فلذلك هي نسخة من هذا النظام. ولذلك عندما تخرج في هذا التوقيت أو في أي وقت ما لم يكن هناك قيادة حكيمة للشعب، ويكون هناك ترتيبات معينة تصاعدية، أولا بالمطالب السلمية ومن ثم التصعيد ومن ثم إلى الوصول إلى المواجهة المسلحة مع الميليشيات الحوثية، سيكتب لها الفشل، لن يكتب لها الفشل. لكن إذا استمر في الوقت الحالي دون أن يتم التغلغل إلى داخل المجتمع وتحذيره وتحريضه للانتفاضة ضد هذه، لمواصلة الانتفاضة الديسمبرية ضد هذه الجماعة، أعتقد سيكون الأمر مختلف.